مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير وصحه وسلامه. اليوم راح نسوي فطيره اللحم، وراح نسويها بالخبازه الكهربائيه. هنا انا خليت 3 كواب من الطحين المتعدد الاستعمالات، وراح نحتاج ايضا بيضه و3 معالق من الزبده وكوب وربع من الحليب ورشه من الملح وايضا خاشوقه من الخميره وخاشوقه من الشكر. فخلونا نبلش بالمقادير. أنا راح أخلي الخميرة على الحليب الدافي، ضروري يكون دافي لإنجاح العجينة، لازم يكون دافي بدرجة حرارة الغرفة، وإذا يكون مو دافي ويكون بارد ممكن أن تضيفون المي بداله وتخلون حليب طوز ممكن، أو تدفوه. بس أنا دفيته على الطباخ، وهاي شوية شكر، ملعقة من الشكر، ورشة من الملح راح اخليها هنا على الطحين، وهنا الزبدة راح اخليها ايضا ويا الخليط. هنا راح اخلط الطحين حتى يصير الملح يختلط ويا الطحين، وايضا هنا الخميرة اللي حطيتها والشكر والزبدة حتى يمتزجون، وراح اضيف عليهم بيضة. هي يعني أنا متأكدة راح تاخذ هذا الجلاس وربع، واحتمال نزود بعد او ما نحتاج حسب نوعية الطحين. وراح نخلط اوكي، وراح انتظر دقيقتين بس ترتفع عندي شوية يتغير الخميرة، وراح ابلش نعجن اوكي. وهسه راح ابدي اعجن الفطيرة مالتي. وخليت كل المقدار، وما اعتقد راح احتاج اكثر من الحليب ولا حتى المي. بس اعجنها زين واخليها ترتاح. وخلصت عندي العجينة مالتي، هسه راح ادهن بس الوجه مالتها شوية زبد. ادهن جواها هم. اوكي. واخليها ترتاح بس شويه تختمر، راح اغلفها بكيس نايلون غذائي، وبس تختمر ارجع لكم ان شاء الله من نفرشها ونخليها بالخبازه. فانتظروني. هنا انا راح نجهز الحشوه مال الفطيره. انا راح اسويها باللحم، انتم اذا حابين تسووها بالدجاج او بالاجبان، مجموعه اجبان، هاي كيفكم. أنا حابة أسويها باللحم. هاي نص كيلو لحم، حبيتين بصل كبار، خليت البصل شوية يذبل ونزلت عليه اللحم، أنطيله حمسة خفيفة بس يغير لون اللحم وتنزل السوائل من عنده، وأحمسه وأخلي البهارات طبعا هنا أنا. خلي اول شيء الملح على مود تطلع السوائل اكثر، خاشوقة من الملح، نخلي الكركم.
وراح اخلي رشه من 7 بهار. طبعا هاي متواجد بيها فلفل اسود، وهذا السبب ما راح اخلي فلفل اسود لوحده، لان هي موجود بالخلطه فلفل اسود حتى لا تصير سبايس عندي. حمص عندي، اللحم راح اضيف عليه خاشوقة معجون، وبس يحمس المعجون خلاص تصبح عندي الحشوة جاهزة. راح اجيب شويه مي، اخلي فد نص كلاص مي حتى تتثبت. هاي نص كلاص مي راح اضيف حتى المعجون يدخل باللحم، يعني ناخذ النكهه والتتبيله على المضبوط. اصلا ما بين المي الا شيء بسيط بي، وهذا اللي انا اريده حتى ما تتاخر عندي وتصبح جاهزة. شوف شلون اختلط كله. هسه لهنا خلاص اصبح جاهز. راح اطفي الطباخ وانتظره يبرد بين ما العجينة مالتي تختمر، وارجع لكم حتى نشويها. بنات وهسه شغلتها على متحمة عندي قبل ما اشتغل بيها، بس من اريد ابلش اشتغل لازم اطفيها من الكهرباء. الافضل انا مطفيها من الكهرباء. بوصلة طبعا نمسحها، اكيد راح اطلع ريحة الدهن اللي اذا قبل مرة كنا مستعمليها. ننتظر تحمى كلش ونمسحها اكثر من مرة وبعدين نبلش. انا عندي راح اسوي العجينة النصفين، اقطعها بالنص على مود واحدة اخليها بالبداية، وبعدين اخلي الحشو واخلي القطعة الثانية. هنا انا راح احاول افتحها. طفيناها هسه منانا من الكهرباء وهي حارة راح نشتغل بها، هذا يساعد على العجينة مالتنا ايضا تتخمر بعد اكثر، يعني الحرارة كلش حار الجرانيت، وهذا الشيء احنا نريده من نشتغل. افتح العجينة شوية اخليها خفيفة، ما اريدها تكون ثقيلة عندي. نحاول نسويها دائرية. اكيد راح تصير دائرية لان هو القطر راح يحكم. اوكي، فتحت العجينتين بنفس الطريقة على مود لا اطول عليكم الفيديو، اشتغلت بدون ما اصور بس نفس الطريقة. اوكي، وراح اوزع اللحم هنا على الفطيرة. مثل ما قلت لكم ترى حجمها كبير مو حجمها صغير. هسه بهالشكل هذا وزعنا اللحم، وراح اخلي عليها شوية كرفس او معدنوس، هذا ينطي لها طعم طيب. زين، وراح اخلي عليها هم شوية رشة من الجبن الموزاريلا. طبعا هذا الجبن الموزاريلا اختياري، اذا حابين ممكن تخلوه، اذا ما حابين ممكن تخلون بس اللحم. بس ويا الجبن يعني اشوف يعطي طعم اطيب.
ايوه شويه. وهنا أنا من باقي جبن لازم نتاكد انه ما يبقى جبن. وهسه راح اخلي الطبقه الثانيه مع الفطيره بهالشكل هذا، وراح اقفل عليها. شلون ما تحبون تقدرون تقفلون عليها. وهسه ايش راح نسوي؟ راح انطي لها موديل. موديل شلون راح نسوي؟ راح نسوي هاي الطريقة. وهسه انتظرها تختمر شويه ونرجع نطليها بالبيض ونشويها، فانتظريني. وهسه من بعد ما اختمرت شويه رجعت شغلت عليها. هنا انا عندي طقيت بيضه راح اخفقها. اوكي، وهسه راح ابدي ادهن الفطيره مالتي. اوكي، ادهنها بهالشكل هذا. نتأكد بأنه اندهنت المضبوط كلها. بعدين احنا عندنا معدنوس مفروم شوية راح نزين بيه. اوكي، شوية ينطي لها جمالية وطعم طبعا، اكيد نكهة طيبة. هسه راح انتظرها ابين ما تستوي واكيد ارجع لكم. هسه قطعناها بهالشكل هذا، كلش حارة هي يعني، توني طلعتها من الخبازة. هني افتحها اشوفكم في القطعة. اوكي، هذا شكلها، شوفكم يا من داخل، هذا شكلها من الداخل حارة. لا اقدر، كلش حارة. هذا شكلها من الداخل. طبعا الريحة ما اقدر اوصف لكم ايش قد الريحة ملت المطبخ تخبل ريحتها وطعمها. اني مجربتها كلش طيبة، كلش كلش طيبة. حضرت هنا انا وياها الخضار وايضا اللبن، ونروح نتعشى ونقول لكم سهمكم العافية، وان شاء الله نلتقي على فيديو جديد. في امان الله، مع السلامة.